الأجواء هذه إلا بمباراة ركنية تبعد تعود من جديد والفرصة لا. هذه الاستلام والتسديدة لكن برافو تغطية رائعة على الجانب أحمد فتحي يا ولد وتحقيق أيضا أداء جيد في هذه المباراة. الذي أزارو رأسية من جديد وكرة لأونيانجو أونيانجو اللي بيطلع من عنده وهذه كرة ملعوبة لكن تقطع تعود من جديد وهناك خطأ وركلة حرة وربنا يستر من هذا الحكم بكري جسامة مش ممكن على هذا الحكم بكري ده ترتد وتمر إلى الشناوي سهلة يمسك الشناوي على طول هذه التسديد فرصة يا جسامة يا جسامة مش ممكن يا بكري جسامة مش ممكن بكري جسامة سيبقى التحكيم الإفريقي يلعب كرة في الأمام فرصة جونيور تسديد أي كلام من جانب اللاعب النيجيري تسديدة مرت إلى خارج المرمى ركلة مرمى 13 دقيقة مرت الأمس تسديدة جول لا 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 مش ممكن مش ممكن أي حظ يا سورية أي حظ على هذه الكرة القائمة يمنع هدف أكيد تسديدة صاروخ مرت وارتدت من القائم مش فريق الجنوب أفريقي من جديد تسديدة مرت خارج المرمى بعيدة علي علي وفرصة وكرة عرضية تبعد من دفاع الفريق الجنوب أفريقي فتحي بيطلب الشحات تمريرة فضل العرضية سهلة في يد نيسو نيانجو تمريرة شحات فرصة لكن طالت الكرة على حسين الشحات طالت رأسية محاولة من جديد ورأسية مرت بعيدة إلى ركلة بار تعود من جديد فرصة للشحات والتسديدة في يد أونيانجو سدد في زاوية حسين باليمنى رمضان عرضية في دينيسو نيانجو دينيسو نيانجو أطول يا رمضان استلم باليسرى ويركن باليمنى رمضان مش ممكن على هذه الفرصة السهلة جدا فرصة سهلة رمضان استلام من جانب جونيور رجعي جونيور لا زالت الكرة في حوزة اللاعب نجيري فرصة 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 لا 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 يا جونيور لا سهلة في دينيسو نيانجو سهلة في دينيسو نيانجو اللي أيضا هيضيع وقت دينيسو نيانجو ديليسون يقف في مروان ودي فرصة جول لا 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 مش ممكن يا وليد في الزاوية البعيدة يا وليد مش ممكن ديليسون يانجو عالية في الأمام رمضان ضربة رأس سهلة في يد ديليسون يانجو ضربة رأس سهلة في يد ديليسون يانجو للنادي الأهلي منها 134 تمريرة صحيحة في الأمام كرة ملعوبة سهلة إلى حارس المحاولة من جديد السورية تباطأ ودي التمريرة إلى ديليسون يانجو زكية من جانب رمضان لكن عاشور والكرة في الأمام ملعوبة أرقام قياسية حطمها عاشور طبعا بريرة فرصة جونيور 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 لا يا جونيور مش ممكن وادي السورية هجمة من جديد لفريق بابلودي مامي لودي والتبريرة والكرة مرت إلى الشناوي على طول لرمضان صبحي يلا رمضان تسديد ولد يا ولد رمضان وادي نيسون يانجو يتصدى من جديد دينيسون لاميانيين ومحترفين لكن حملات تسير الشك وتسير الريبة بكل تأكيد ضد مجلس إدارة النادي الأهلي هذه بكري جسامة وهذه رمضان صبحي وإنذار لمين يا جسامة مش ممكن يا جسامة مش ممكن يا بكري جسامة رمضان صبحي يلا رمضان يلا رمضان يلا رمضان والتسديدة سهلة رمضان علي على الجال يسرى يلا علي علي معلول علي معلول خلاص يعني الطريق أغلق دي الجونيور رجعي تبريرة الوليد أزارو لكن سهلة عادت من جديد لاعبي سان داونز جاء لاعب رابع الان والتسديد معلول هيلعب كره طويله في الامام علي يلعب كره طويله مين يا علي يتركها لانجر ايمن اشرف ومحاوله من جديد وخطا وركله حره واحتج ايمن اشرف منيسة ياخذ خطا مش ممكن اي احتجاج على طول كره عاليه مرت الى ركله مرمى ركله مرمى هذه يا جونيور مرر كرة هذه حسين الشحات لا يا حسين لا جول لا مش ممكن مش ممكن راي على ايه احمد فتحي ومحاولة من جديد للسورية استلم السورية مرر كرة طويلة طويلة السورية هذه تبريرة على الجال يمنى وتدخل ايمن اشرف خلاص اللحظات الاخيرة من عمر الوقت المحتسب بدل من ضائع وإفرازه بيزيد وبالتالي بيأثر على أداء اللاعبين في تسلل موجود على فريق بابلودي سان داونز واضح وضوح الشمس هذا التسلل رمضان يلعب لجونيور رجعي يلا جونيور يلا واحدة جونيور يلعب كرة في الأمام جونيور بريرا فرصة جول جول لا مش ممكن جول جول لا راية مرفوعة مش ممكن
ويلغى الهدف بتاعته في هذا المكان يا احمد. بين جديد تبريره في الامام مرت للشناوي. الشوط الثاني احمد فتحي نحتاج بكل تاكيد لزياده القدرات الهجوميه. هذه عرضيه سوريه مرر لعلي معلول، عرضيه من علي معلول على القائم القريب علي معلول يلعب ركنيه. علي على القائم القريب يا علي. علي معلول يلعب كره عاليه في الامام مرت سيرش. الامور احيانا لا تسير كما يرى. عرضيه عاليه سهله اتركها ونيانجو. سير الشحات عدى فتحي عرضيه فين يا فتحي؟ بعيده مرت الى غير الجماهير القليله الحاضره في مدرجات استاد برج العرب. سير الشحات يلا حسين سين يلعب كره عرضيه مرت خطيره على القائم البعيد توماس من جانب لاعبين النادي الاهلي. هذه تبريره من جديد وهذه محاوله للاختراق من الجهه اليمنى ومطالبه ايضا بلمسه يد. واخيرا المساعد الثاني بيعطي لمسه يد معلول والركله الحره معلول والتسديده لكن من على القائم علي معلول. علي يلعب كره عاليه ونيانجو هياخد خطا دينيس ونيانجو. مش ممكن سير الشحات والعرضيه ازارو مرت من اجاي. مش ممكن اجاي ساعدت من جديد لسوريا. علي معلول عرضيه مش ممكن يا اجاي مرت الكره بالامام اجاي بعد عرضيه مميزه. لا يا ازارو من جديد رمضان وتبريره فرصه علي معلول برر فرصه وليد ازارو. لا يا ازارو مش بوبك على الارض يا اجاي لوليد ازارو لعمرو السوريه يا ولد على تبريره سير الشحات لاحمد فتحي. احمد فتحي هيلعب كره عرضيه مره جول لوليد ازارو. اخيرا تنحل العقده الان ووليد ازارو بضربه راس يا ولد يضعها على يسار نيانجو يسجل ولد في النادي الاهلي في هذه المباراه. يا ولد يا يقول لا يا جاي مره اخرى تسديده يعني كانت واضحه جدا لم يحتسبها. فرصه الان رمضان احمد فتحي عرضيه من احمد ماورو اللاعب الايفواري بينزل في هذه اللحظات ركنيه ودي راسيه من جانب مروان تذكره لحضور هذه المباراه. وليد ازار وليد والكره فيها الهجوم النادي الاهلي. بين جديد عرضيه وضربه الراس مرت وصلت من جديد فيها تسديده لكن اعلى المرمى تسديده احمد فتحي مثل هذه الطريقه في مباراه الذهاب فليس هو الاهلي اللي يخسر غير محظوظ وليد ازارو لكن لسه فيها مش ممكن عين لك في مباريات قادمه ايضا من جانب الاتحاد الافريقي ركنيه وراسيه مرت الى جوني راجي يلا وليد وتسديده عرضيه لمين يا علي هيا الكره على طول فرصه للتسديد لا يا زلمه بالام بركله حره غير مباشره. علي معلول يلعب كره عرضيه راسيه ونيانجو بحركه لا يكفي بكل تاكيد للاهلي في هذه المباراه. رمضان هيلاقي الفريق ماميلودي سانداونز.